في الآونة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة التي تنال من استقرار المجتمع بين السيدات في السعودية، الأمر الذي استوجب خطوات حازمة وعقوبات موسعة من الإدارة السعودية للحد من تلك الأفعال المنافية لأداب المجتمع المحافظ. فما هي القصة؟ نتعرف عليها معي أنا هبة سعيد. حرمت المملكة العربية السعودية السيدات متعة التشفي في أزواجهن عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإلا التعرض لعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن في بعض الأحيان، خاصة لكل السيدات التي تقوم بنشر مستندات خلعهن والنفقة مبتهجات عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. ويقضي هنا القانون السعودي بإمكانية انفصال السيدة السعودية عن زوجها عنوة باعتماد حق الزوجة في الخلع من زوجها، لكن ما إن تتمكن بعض السيدات من الانفصال تبدأ في الاحتفال بالنصر الكبير الذي حققته على زوجها في الوقت الذي تكون أغلب الزيجات مثمرة عن أبناء، وبطبيعة الحال يتأثر بمثل هذه المواقف التي لا تدل على الاحترام، خاصة وأن هذه المستندات التي تنشرها السيدات تحمل في أغلب الأوقات أسماء الأبناء والزوجة وبعض المشاهد التي تدل على ابتهاج السيدات. لكن عرفت الإدارة السعودية كيف تطوق تلك الظاهرة التي تنال من استقرار المجتمع جيداً بعقوبة السجن مدة لا تقل عن عام ودفع غرامة مادية تصل لنحو 500,000 ريال سعودية، وهو ما مثل نوع من الردع لكل الممارسات المنافية لأداب المجتمع السعودي المحافظ الذي يأبى مشاركة الحياة الشخصية للأفراد على العلن بهذا الشكل المؤذي للجميع، سواء كان الزوج الذي تم خلعه أو الأبناء الذين أثمر عنهم الزواج، حتى أنه لا يمثل نقطة قوة للسيدة التي نجحت في الانفصال وتبتهج وتحتفل بذلك النصر. وتندرج هذه العقوبة من ضمن نظام الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الأذى بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو طرق التقنية المتنوعة تصل إلى السجن فترة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500,000 ريال سعودية أو إحدى هاتين العقوبتين. وتدخل هذه الظاهرة ضمن الجرائم المعلوماتية لأنها تتضمن أحياناً أسماء أفراد الأسرة، ويقع ذلك تحت طائلة التشهير بالغير، خاصة مع الزوج الذي تم خلعه للتو، وهو ما يمثل نوعاً من الإهانة له في أوساط المجتمع السعودي المحافظ. وتم الإعلان عن طريق المعلومات الرسمية عن تراجع نسب الطلاق في المملكة، حيث انخفضت نسب الطلاق في المملكة بنسبة 16% مع زيادة نسبة عقود الزواج بنسبة 19% خلال عام 2021. كما أكد مجلس شؤون الأسرة عن الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق نتيجة لعدة عوامل، منها تحسين البيئة التشريعية وصدور نظام الأحوال الشخصية في السعودية في الوقت الذي أكدت فيه التقارير الحديثة أن خسائر الطلاق في السعودية تقدر بنحو 3 مليارات ريال، نحو 800 مليون دولار، فيما يبلغ الحد الأدنى لتكاليف الزواج نحو 50,000 ريال، أي حوالي 1,332 دولارا. فهل تشهد السعودية تطويق أكبر لتلك الظاهرة المؤذية للمجتمع؟